بحضور القائد العام لكشاف ومرشدات ليبيا والجهاز القيادي بالكشاف، نظمت مفوضية الزاوية اللقاء الأول لحاملي الشارة الخشبية وقادة التدريب ومساعديهم، حيث شارك أكثر من 120 قائد كشاف لعدد 15 مفوضية على مستوى المنطقة الغربية من الخمس شرقا إلى مفوضية غدامس غربا. طبعا هذه البادرة ليست الأولى من نوعها، ولكن هو اللقاء الأول لحاملي الشارة الخشبية ومساعدي وقادة التدريب. أكيد بعون الله بعد جلسة الافتتاح راح يكون هناك جلسات حوارية، جلسات تنظيمية، جلسات تخص كل جهة لوحدها ما بين حاملي الشارة ومساعدي قادة التدريب وقادة التدريب. وهدفت إلى تأهيل قادة التدريب المسؤولين عن عملية التدريب للحركة الكشفية، إضافة إلى تدارس السياسات الجديدة التي طرأت على الحركة الكشفية العربية والعالمية ومفهوم تطوير الحركة الكشفية في ليبيا. هو لقاء قادة التدريب ومساعديهم وحملة الشارة الخشبية، ومعنى قادة التدريب ومساعديهم هم قادة القادة في الحركة العامة لكشاف المرشدات المسؤولين عن العملية التدريبية برمها داخل هذه الحركة. أما حملة الشارة الخشبية فهما قادة المؤهلين لأداء دورهم كقادة فرق سواء في ثلاث حلقات اللي هي حلقة الأشبال والفتيان المتقدم بالإضافة إلى حلقة الجوالة. ويستمر اللقاء لمدة 3 أيام متتالية بمركز تدريب الكشاف والمرشدات بجدايم.